افتتح في صالة المعارض بالمركز الثقافي العربي بمدينة سلامية معرض فني تشكيلي بعنوان من كان استمد الأمل، قدمه مجموعة من المواهب الشابة مليء بالطاقات والإبداع والطموح بداخل كل منهم، بذور فتية فنية جميلة من النشاط والطاقة والمواهب المختلفة. عبارة عن بناء أحلام، يعني كانوا هاجس أحلام، إثبات لحالي أنه هن نحن ساعتنا موجودين، عندنا رسالة بدنا نوصلها، ونحن ساعتنا جيل يافع جدا وبدنا نشتغل عليه. يعني فرسموا الإنسان، ورسموا الإنسان بكل مآسي وش كيف بده يطلع من هاي الحكاية يعني، وبرسالة كانت كتير واضحة وصريحة جدا. وتنوع المعرض بين طبيعة بين أصالة لأنها موجودة بالبلد. حاولنا أن ندمج الألوان بحيث أنه نحكي عن إنسان، عن حياة الإنسان، عن كل شيء عم بيعيشه الإنسان، بس من خلال دمج الألوان أعطي تفاصيله بهي الألوان. ألوان كانت باردة بتحكي عن اكتئاب، عن شوي من التعب، وبآخره كان فيها شوية تفاؤل. هاي اللوحة أنا حاولت أعطي كل إحساسي فيها، هي بتعبر عن الصعود رغم المعاناة. طبعا شقوق الأرض عم تعبر عن هاي المعاناة ممكن يواجهها الفئة الشابة خاصة، وملاحظ أنه الرجلين فيها شيء من الشباب. الحفر أنه الصعود ما بيكون ضمن خطوة واحدة، يعني نحن ممكن نوقع بعدين نرجع نطلع. والدرج هو عم يعبر عن الصعود. الدماء كان هو الثمن يلي بيدفعه الإنسان أو الشاب لحتى يوصل. آخر شيء بتتوسع لتوصل للمجرات، يعني صارت هي مستعدة تواجه كل شيء، والكوكب عم يرمز للسمو والعلو. دائما الدراما السورية ترتبط مع الفن التشكيلي. أنا حبيت أرسم هاي اللوحة لأن هناك العديد من الفنانين السوريين العظماء لهم أثر كبير قلب كل مواطن سوري، وخاصة الفنان حاتم علي رحمه الله. أنا حبيت أرسمه لأخلد ذكرى، ودائما بحب أوصل رسالة للكل بأنه الدراما السورية والفن التشكيلي اللي النقطة توصل بتربطهم مع بعض. أطلق كل المشاركين العنان لخيالهم والنظر إلى الأشياء بمنظور مختلف من خلال التدريب والمثابرة وتطوير القدرات، حتى أصبحوا أمام فن جميل مختلف ومميز.